أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا حول الاتجاهات لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني. وأوضح المركز أنه في إطار اتجاه العالم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 وظهور الحاجة الملحة إلى الانتقال لوسائل طاقة أكثر نظافة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة تعرف بآلية تعديل حدود الكربون. يأتي ذلك بهدف منع تسرب الكربون داخل الاتحاد الأوروبي عن طريق انتقال الانبعاثات من خلال الواردات السلعية من خارج الاتحاد، وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تقدر ب 55% بحلول عام 2030. التقى محافظ البنك المركزي حسن عبد الله نظيره الصيني بان كونغ في بكين، حيث ألقى حسن عبد الله كلمة أمام الحاضرين من كبار ممثلي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى. وأكد محافظ البنك المركزي خلالها على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين. كما ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور القيادات من الطرفين ناقشا خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين واتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة والمساهمة في الاستقرار المالي. كما تم مناقشة عزم القاهرة إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت بقوة على زيادة حجم توصيل الغاز الطبيعي في قرى ونجوع الصعيد لتلبية احتياجات الأهالي. وخلال رئاسة اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أشار وزير البترول إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود السائل بالصعيد شهد نقلة نوعية بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج البنزين بأسيوط، والذي عمل على تأمين هذا المنتج ذاتيا لكل محافظات الصعيد بدون الحاجة لنقله من خارجها بالشاحنات، مشيرا إلى المضي في تنفيذ مجمع إنتاج السولار بأسيوط والذي سينعكس إيجابا على تأمين متطلبات صعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، حيث ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء والهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.4% إلى 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 90.7 دولار. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى 3 دولارات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 49% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن سعر وقود الطيران المستدام سيظل أغلى من الكيروسين على الأرجح حتى عند بدء الإنتاج على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التكلفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون. وقدر إياتا أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يساهم في خفض قطاع الطيران الانبعاثات بنسبة 65% تقريبا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتوقع أن ينخفض سعر هذا الوقود عندما تتم التسليمات على نطاق واسع مقارنة بالكميات الضئيلة التي تسلم حاليا، إلى أنه سيظل أغلى من الكيروسين.